ما تاخدش ثواني. ازاي بقى؟ هاجي على بارامترز مانوال تيون. انا كده مش هطلع ريبورت، انا هشوفها على الشاشه اللي انت دايجنوستيك او بتعمل مونيتورنج اونلاين. هاجي من بارامترز مانوال تيون، اول ما ادوس عليها فتح لي الصفحه دي يمكن فيها البروفايل، بروفايل يا اما سكان. انا هختار البروفايل. طيب والصفحه الصغيره هي اللي هكتب فيها الماسز، فماس 1 69، لا انا ماس 2 اخليه بقى ايه 18، والماس 3 28. يبقى 69 عشان هي دي اللي هقارن عليها، فهي دايما ماس 1، ماس 2 18 اللي هو الرطوبه، ماس 3 النيتروجين. لا الصفحتين دول اتقطعوا. الصفحه الصغيره هعمل بس اديت لماس 2 وماس 3. كام حاجه؟ حاجه برده على الصغيره، يدي لي رقم، لا انا عايز نسبه مئويه. ويبقى بدل ما يدي لي كل واحده مستقله، لا انا عايزها ريليتيف. يعني انا دول الماس 2 3 ريليتيف لل 69 بالبرسنت. تمام. خلاص كده؟ اروح دايس على بروفايل. هتنور. أول ما تطلع الرسمة تروح دايس ستوب. هتطفي. اعمل ستوب ماس اوف. أول ما تطلع الرسمة ستوب ماس اوف. طيب نقارن بقى النتائج. ال 18 عامل كام عندك؟ بقى 173. بيقل ولا لأ؟ كده ممتاز. طيب ال 28 767 175. لو صبرت شويه هتلاقيهم وقعوا كمان. مش في حاجه اسمها ايزو. فهمت الفكره؟ طبعا كل ليه كان عالي قوي كده؟ الجهاز ده متساب من ساعه اخر مره اللي كنت شغال عليه. فان هو ممكن يبقى فيه رطوبه ونيتروجين واكسجين وبتاع. عشان كده يقول لك لما تيجي تشغله ويت 2 اورز. وعشان كده اجلنت تقول لك المفروض ان ده ما يوقفش، ما يفصلش باور. يفضل شغال اوفر نايت ال 24 ساعه 7 ايام. للناس بالذات. انت لو هتقفل ده مش مشكله، او اقفل السوفت وير بس خلي الجي سي وخلي الاثنين دول شغالين عشان الكارير يخش. يعني هو وجود اليو بي اس المفروض السيستم ده ما يقفش. يعني هو كده بياخد 2 اورز كل يوم. عرفت بقى ليه فكره ال 2 اورز؟ ليه درجات الحراره تكون وصلت، الرطوبه والنيتروجين والمويتشر يكون قلل. وبعد كده ادخل بقى الموبايل فيز بعد ال 6 ساعات. موبايل فيس كده كده داخل كده كده مش الكل ناصب. طب الكل ماشي في كارير. يعني هو ده يعني هو ساعتين طب الكارير بكل حاجه. بعد ما النسب دي تظبط هعمل ايه بقى؟ 100% تاني اوتو تيون. انا عايز اسجل بقى الحاله الجديده. هو دلوقتي مسجل الريبورت اللي انت مطلعاه. لو انت حقنتي مش هتشوفها، او السنسيتيفيتي هتبقى وحشه يمكن هتشوفي علشان ده جهاز جديد. انا بعد ما اخترت بس كده حطيت سكان، وبعد سكان ستوب. اول ما تطلع الرسمه ستوب، وبعد كده ماس اوف. لا انا عشان لا ما دوستش سكان. لا دي رسمه ايه قلت لك؟ دوست بروفايل. بروفايل. لو انا دوست سكان هتطلع الرسمه الثانيه. والثانيه دي انا مش هستفيد منها قوي، مش دلوقتي. انا ببص على ايه؟ 69 18 28 اللي هي الارقام اللي انت كاتبها هنا. تمام. يعني انا لو انا كتبت 32 عايز ابص على اكسجين هيطلع لي هنا 32. على فكره ال 32 اهي مش موجود. مش دي كده 28؟ الرينج هو 30. ادي ال 32 انت كده ما عندكش تسريب. يبقى النيتروجين ده مع الوقت هيقل. خلص خلاص عارف. يبقى انا كده اطمنت مش لازم اعمل مونيتور على ال 32. لكن انا اللي يهمني النيتروجين يقل. الدنيا واضحه شويه؟ تمام. اوكي. الريبورت حاجه اسمها ايزوليشن. صح؟ لا كانت بنسبة كبيرة أوي. فاحنا عايز ريشيو اللي احنا واخدينها كنظري المفروض 1:10%، فرنج 1% بتقول عليه. لا 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 لا، هو انت الايز ريشيو ده بالنسبة 69 219 500. وعامل كام؟ ده عامل ارقام عادي. لا هي 1 و10، اصل انا ما جبتش الارقام دي من عندي. هدي لك ورقة بيدي لك الكرايتيريا، الارقام اللي انا النسب اللي انا بطلعها دي من ايه؟ اللي بقولها اللي دي اعلى من 40% ودي 2.4 دي بتاعت الجهاز. السيستم بيقول لي لازم تطلع ايزوليشن. دي مش هتغيرني انا في حاجه، يعني
ما اعتقدش ان هي تاثر في حاجه. طيب انا عملت حاجه دلوقتي في الجهاز؟ انا ما عملتش اي حاجه. طب والحد امتى بقى؟ اعيده كام مره؟ ايه هو المانيوال؟ انا ممكن اعمل كل دقيقه كل نص دقيقه على حسب لحد